البنت ديت المفروض ان هم لو عندهم حد قريبهم بس
الاسبوع عنده ايه 3 ايام ونشوف ايه اللي هيحصل. يا اما حد منكم يراقب الدنيا كويس. هي اللي رافعه يعني؟ هي اللي بتولع وبتقطع؟ البنت دي الموضوع عندها هي. الموضوع اللي شايفه البيت كله عندها هي. وهي مش مزاجها. ولكن هي دلوقتي احنا عملنا اللازم. بالنسبه للبنت، عايز تطمن خليها بره البيت اسبوع وشوف ايه اللي هيحصل. الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده غلط؟ بسالك انت الام وانت قاعده معاها وريتها في شغل. ايوه لا يعني مش بس يعني لا ايه بس عدت في الشغل والحياه اللي ما تحصل. هي مش موجوده؟ لا في الشغل. وساعد الحقيقه دي ما كانتش هنا اليوم برضه. كان في الشغل وما كانش برضه الساعه. طب وايه اللي قطعت لي هدوم النهارده؟ قطعت لي فين؟ هي كانت نايمه عشان هو كانت نايمه. كانت موجوده؟ ايوه كانت موجوده. وحضرتك بتقرا قران دلوقتي؟ قطعت اللي جوه ده؟ تقطيع اللي جوه تقطيع انس مش تقطيع جلد. تقطيع انس مش تقطيع جلد. اه يعني تقطيع الهدوم انس مش جلد. اللي تقطيع اللي جوه ده تقطيع انس مش جلد. طب ممكن تورونا كده معلش؟ اه. تقطيع انس مش جلد. غالية يعني. دي تقطيع انس. اه انا قلت البتاعة دي شكلها غريب كده. تقطيع انس؟ لو تقطيع جلد؟ كان قطعها حلو. لا هيقطع احمر من كده. اه. هيقطع احمر من كده، يعني دي الحتة المقطوعة اهيت. ده محدش عارف يقطعها كويس. اهي. لما الباقي فك خياطة. اه بقى فك خياطه لكن تقطيع الايد فالجن مش هيدور على فك خياطه ولا ايه ولا تقطيع هيجيبها جامده ضعيفه هيجيبها ده مش تقطيع جن جايز الاستاذ احمد حضر معانا في حاجات من دي كتير وشاف حاجات من دي مش تقطيع جن التقطيع اللي يجيب بص كده انا كانس هقطع منين من عند الخياطه اهي انما هقطع من هنا هتبقى صعبه عليا فهنا لما جت صعبه عليهم ما عرفوش يعملوا. لا هي. بجد صعب عليهم عملوا ايه؟ ما قطعتش. فلو جن هيجيبها. فدي مش جن. لو جن هيجيبها كده. دي جامده هي جن هيجيبها. لكن لو تقطع جن تبقى شكلها ايه بقى؟ ها؟ تبقى شكلها ايه لما تقطع جن؟ تقطع جن هيجيب دي كده. ما فيش عنده جامد ما عندوش جامد وضعيف. اه هيقطعها كويس يعني. هيقطعها كويس. بالنسبه للجلابيه دي. بالنسبه للجلابيه دي. اتقطعت من عند الكيل. الجلابيه دي بلدي. ايوه. عند الجيل الشيء ده مش هو ده القطع من عند الخياطه هو ما بيهموش بقى هو الجن ما بيهموش لا يجي من عند جيل ولا من عند بتاع ده هيموك حته جامده ولا حته ضعيفه يعني احنا مثلا احنا هنيجي نقطعها كده هتبقى جامده لكن هنيجي نجيبها كده ضعيفه فاهمني انا يعني جايز يكون الجماعه قالوا لك انا اتفرج حرق مصر كلها بسبب اللي هي سببها جن طب الحريقه دي سببها ايه؟ ما هو هنا في التدخلات من الجن واللي سبب فيها البنت دي يعني البنت دي متأثرة متأثرة بالجد يعني ايه متأثرة بالجد؟ ملموسة فهم بيخلوهم بيسيطروا عليها أكتر بيسيطروا على البنت دي أكتر طيب هل لها علاج؟ اه احنا كده الحمد لله هنكرم عليها وهنقعد دلوقتي بقى معاها وبأمر الله الأمور هتبقى كويسة زي ما دخلنا في أماكن كتير زي كده والموضوع انتهى فدي موضوع سهل ما فيش فيه حاجة بأمر الله تعالى بس شايف الحريقه شكلها ايه مش هو ليه اول ما بدات في هدوم انا ان هي تتقطع بس هدوم المنظر لو التقطيع بالمنظر ده مش جن لان تقطيع الجن واضح معايا تقطيع الجن لما بيكون في جن بيقطع ما بيقطعش كده زي ما شفت مثلا الجلابيه دي اللي اتقطع فيها ايه فك الخياطه ماشي فده مش تقطيع ما انا عندي هدوم بس ده مش تقطيع انما عارفه لو جن هيعمل ايه لو جن هيجيب الجلابيه ديت مثلا هو هيجي من هو ده يقوم عاملها كده وكانه قصصها طب لما تبقى حاجه على الحبل هدوم انا برضه وهي لسه نشرها يعني غسلها ونشرها على الحبل وهم كلهم قاعدين تولع الواحد لا بتتقطع ماشي كنا بتتقطع في ناحيه على الحبل كده وكده كنا بنتحرق ديت تتحرق اشوفها وتتقطع برضه اشوفها عشان اقدر احدد البطانيه البطانيه دي كان في جلابيه في البلكونه وهم هنا كانوا قافلين البلكونه الدنيا كانت برده طبعا بالليل ولقوا الناس في الشارع حريقه الكلام ده الاسبوع ده لقوا الناس في الشارع حريقه جروا فتحوا البلكونه ولقوا الجلابيه بتاعت ام احمد ولعت البطانيه دي اتحرقت هي برده ما كانتش موجوده هنا هي والبطانيه هو مش قصده ان هي بتعملها قصده فاهمه لا احنا بنحل مشكله احنا بنحل مشكله ايوه فاهم بس دي كانت تحتيها تحت جلابيه بتاعتها
كانت تحتيها. يعني جلاليب الست هي انا بس هدوم انا، وكانت هدومي جوه الدولاب مطبقها، وبرضه الاقي او هدوم ابو احمد برضه فقيه الاقي هدوم انا بس اللي بتتحرق. بقاله قد ايه؟ بقاله قد الموضوع ده؟ من رمضان اللي فات ده اللي قبليه. من رمضان اللي فات اللي قبليه. سنة وشوية. وانتوا هنا يعني؟ اه. مكان تاني؟ لا هنا. لما رحنا بره الدنيا زادت بقى، يعني لما طلعنا من حوالي شهر كده او شهر ونص، خدنا لما هنا بدانا في الشقه ولقيت وخدنا شقه بره، كانت الجيران اللي هناك اللي احنا ما نعرفهمش وموجودين ممكن 5 مرات في اليوم يجيبوا ام احمد بس يجروا يطفوا هنا، والناس بتطفي وموجوده تروح جلابيه مولعه في الصاله مثلا، يجروا يطفوها مش عارف اللي على الحبل مش عارف لقيتها مقطوعه مش عارف اللي هو انت بتجري من هنا لهنا لهنا. تمام تمام. فكل الناس اللي جت هنا قالت لك العدد عندك هنا كبير، عدد الحاجات دي كبير. انا جيت هنا لما حصل يعني. برضه حصل برضه بالنسبه لنا كبير الفعل. كبير او صغير ما هوش فرقه بالنسبه لنا، الامور سهله بامر الله تعالى. انا هو يمشي واحد يمشي مليون، فعدد كبير او صغير ماشي قصه، اللي يعرف يمشي واحد يعرف يمشي مليون واحد من الجنه، فدي امور سهله ما فيش فرقه. ماشي اسالك سؤال، احنا حصل لما شلنا برضه الحاجه انا برضه ولعت برضه الاسبوع اللي فات حطيناها في المحمر تحت، نزلناها تحت المره دي ولع. ايوه ولعت برضه ولعت. كان هنا رئيس الحي وكانت هنا الحكومه والدنيا العماره دي كانت يعني مليانه، والحاجه نزلوها يعني لحقوا الحاجه اللي قبل ما تولع ونزلوها فين؟ في المنور تحت. راحت ولعت في الشوال بتاعنا بس اللي في الجلابيه بتحتمل، راحت ماسكه في بقيه الحي، راحوا جيلوا وطرفوها وراح الحي واخد بقيه الحاجه كلها حطها في جراج. يعني الشقه اللي كانت مشكله في الجراج عنده؟ لا هنا الجراج هنا؟ لا خد ما خدت حاجه دلوقتي؟ لا ما حصلهاش حاجه. اتحرق ما اتحرقش وهي هناك؟ طيب هي لو في حاجه اتحرق لو راحت عند الحي، لا لو راحت عند مدير الامن في مكتبه واتحطت، لو في حاجه اتحرق اتحرق. طب هي دلوقتي مشت من هنا؟ مشت من هنا؟ لا حط فيها حاجتك بقى. روحي انا بس عشان اثبت لك حاجه بس، خدي جلابيه ولا اتنين من بتوعك في الحاجه اللي راحت الحي، حط الحاجه فيها وشوفي هو هل الجن هيخاف من بتوع الحي؟ مش هيخاف منهم. حط جلابيه ولا اتنين فيهم وشوفها هتولع ولا لا. صح ولا الكلام ده غلط؟ شوفي الشيء الحي موجود، انا هنكلم دكتور الحي ونحط الايه؟ ونحط الجلابيه ولا اتنين ليكي في الحاجه اللي هناك اللي عند بتاع الحي، شوفها هتولع ولا لا. خلاص؟ يا استاذه غالي هي بتقول حاجه، هي بتقول الحاجه بتاعتها بتولع، فاحنا لو خدنا الحاجه حطيناها في الحي، لو خدنا جلابيه ولا ايه هتولع في اي مكان اللي عايز يولع هيولع، هتولع هتولع. فودي فيها ودي فيها جلابيتين، ما ولعتش ليه؟ حاجتكم هناك ما ولعتش ليه؟ طب ما تنزلي حاجات ثانيه في المنور هتولع. طب وهي في الحي ما ولعتش ليه؟ انت قصدك ان حد قصد؟ في هنا في تاثير، تاثير تاثير على البنت. اه تاثير على البنت. طيب افترضنا البنت مش موجوده، هيأثروا على مين تاني هنا؟ هيأثروا على ست دي. ماشي؟ هو في تأثير على حد، لكن هو الجن مش نفسه اللي بيمسك ولاعه بيولع، هو أثر على حد. طيب ولما حاجة بتحصل هنا أنا بحس بيها في شغلي إزاي؟ وعشان أقول لكم بتأثر حاسين ببعض، حاسين أنت ممكن تشم ريحة الدخان قبل ما تبدأ قبل ما تنام يعني. وأنا في شغلي هل بيرتبط؟ ممكن رجل اليمين دي تقف واستنى التليفون وما كملش 10 دقايق ويجي لي التليفون يقول لي حصل كذا. ما كملش 10 دقايق، ما كملش دقيقتين. طب وليه بقى إزاي؟ طب خلاص ما هو الموضوع ده انتهى. انت دلوقتي حالا هنشوف اللي اشتغلناه وهنشوف بامر الله خير، ما جالهاش من اي حاجه. ده موضوع صغير ما هوش حاجه وصغير جدا كمان. واللي قال لك ان الموضوع عندك كبير وعندك ناس كتير وجن كتير، اللي يعرف يمشي واحد يعرف يمشي مليون واحد. ما جاش امر يعني. ابو احمد انت بقالك قد ايه في العزيمه؟ احنا من رمضان اللي فات ده اللي قبليه من قبليه شهرين. كل شويه يحصل ايه؟ لا ابتدى بقى بالتخبيط، وبعد كده في رمضان لما دخل رمضان الدنيا وقفت ما حصلش اي حاجه. بعد رمضان ممكن مثلا باسبوعين ولا حاجه اشتغل التاني، دخل عيد الضحيه الدنيا وقفت. بعد عيد الضحيه دخل بقى على التقطيع والحريم، وبدل في الاول مش هدوم محمود بدل بالستاير، وبعد كده دخل على هدوم محمود التقطيع والانتريه. يعني هم قاعدين كلهم في الصاله وهي قاعده وبتسبح ومشغلين صوره البقره، والكنبه تروح مولعه من تحت وهم كلهم قاعدين. هم قاعدين الكنبه مولعه قدامهم، جيلوا وطفوها. وغيره وغيره وغيره. لا لو هعد بص حضرتك انت زهقت من القصه دي. معاك 24 شهر. وانت زهقت. في ايام بيبقى فيها بالخمس والست مرات بيحصل.
النهارده قسما بالله العظيم انا يا دوب نزلت والله والله والاذان اللي بينت ده خلي بالك لا انا ولا العيال دي بنسيب فرض الحمد لله من قبل الموضوع ده. احنا جايين كنا بنقرا القران. لا لا من قبل الموضوع دوت احنا من بدري بس هي اللي كانت بتقطع في الصلاه والله. نزلت الصبح قبل ما انزل قالت لي فرنا اللي انت قالت حماك دي ما كانش فيها حاجه قلت لها تمام ليه؟ قالت لي ما كانش فيها حاجه وبتاع قلت لها تمام كده هو اتحول عليا انا مش مهم اللي هي دي. فانا نزلت ما بكملش خمس دقائق في المواصلات ويجي لي التليفون ال 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 الجلابيه الثانيه مش عارف ايه طب القميص اللي انت كنت لابسه امبارح ده النهارده الصبح سايبه القميص ده انا قلقه امبارح قلقه امبارح بالليل ده قلقته امبارح بالليل القميص ده ده مش خياطه ده تقطيع مش خياطه ده تقطيع من نص الهدوم ولا من ايه؟ انا هدومي برضه كانت ضعيفه كانت ضعيفه هو بيقص هو بيقطع كده ايوه ما مش معقول القطع هنا القطع هنا المفروض القطع ديت ماشيه ازاي؟ اللي بيقطع بيقطع كده بصي بيقطع بيقطع كده يكمل فهي هنا هيقابله الياق فهو لو جن هيجيب الياق دي لو تعجنها هيجيب الياق دي مش هي مش هي مش هيقف عند حته جامده وهيقف دي لو تقطع جن ده تقطع انس مش تقطع جن والفلوس مالها الفلوس احنا خلينا في حاجه حاجه بس انت بتقول لي القميص ده اتقطع القميص ده اتقطع الجن مش هيسيب مش هيقطع مش هيقطع ضعيف مش هيقطع ضعيف ويجي عند الجامد يسيبه لان دي مش هتبقى جامده عليه مش صح؟ بس يا باشا اتفضل دي برضه نفس القصه حضرتك هقول لحضرتك لو الموضوع هو اولا احنا جايين نساعدكم ايوه عارف والله انا جاي من المنصوره الاستاذه غاده جايبه لي من المنصوره عشان اساعدكم ربنا يبارك لك بس هقول لحضرتك لو اللي قطع ده مش جن انا اسف يبقى الموضوع مش هيتحل لان اللي قطع الحاجه دي هو الجن لان العيال بيبقى كلهم قاعدين معاها وتبص تلاقي محدش قام من جنبها وكانت تخش على البلاد تلاقي الهدوم مقطعه دي كانت بتبقى في الشغل والهدوم هي مدخلاها بايديها وبص تلاقي الهدوم مطلعها تتصل بيها تقول الهدوم مقطعه بس ما كانت منها في الشغل وكان احمد برضه في الشغل فاهمني؟ فالموضوع بقى له معانا سنتين شفنا فيه كل حاجه فان واحد يجي يقول لي مثلا اللي انت شايفه ده مش نور بالنسبه لها تبقى حاجه غريبه معلش يعني البنت ما بتبقاش موجوده ولا الواد موجود مفيش الا هي موجوده هي والعيال الصغيرين اخر مره وهي واقفه على الدولاب والهدوم بتتقطع يعني اجيب الهدوم واطبقها واحطها في الدولاب واجي اجيبها مفيش حد في الشقه غيري والهدوم تتقطع لما يجي حد يقول لي ان ديت ما لا ده عيل معلش انا اسف الكلام ده ممكن يقولوا لي لسه جاي مثلا و كان كشف او كده في نقطه في حاجه مش بيقول لك هي بتعمله بمزاجها كده طيب ما بتبقاش موجوده طب ماشي ما بتبقاش موجوده هو هيسيطر وبعدين اقول لحضرتك على حاجه لما راحت النهضه كانت قاعده هي واختها يعني الله قاعده معاها انا ماسك يعني ايه بيعملوا حاجه كده في الشقه هم قاعدين والحبل الدنيا اللي بيولع واللي بيتقطع على الحبل واللي مش عارف يجي له طفوه جوه واللي يجي له طفوه بره اخر مره ما كانت هي معايا واحنا كنا في السوق ده اخر مره دي ما كانش حد موجود هنا اصلا وبعدين هي ما تنزلش العيال بس نزلتهم المره دي لان ابتدت عمليه الحريق بقت تنزلهم عندهم تحت هم حضرتك في الدور الارضي كويس فلمت كل حاجه وراحت ايه وراحت واخده بقى خدت العيال نزلت وراحت تجيب عشاء عشان انا لما اجي بالليل اتعشى تمام والشقه بقت زي ما حضرتك شايف لا كان في موجوده منا كانت في الشغل ولا كان في احمد ولا كان في مخلوق في الشقه حضرتك يعني انت كده مقتنع ان هو الجن كده كده جه ناس قد ايه هنا؟ كتير ها؟ كتير طيب احنا انا عندي منزل من هنا بامر الله تعالى الاستاذه غاده هتطمني ان وانتوا هتطمنوا ان كل شيء تمام وبخير بامر الله تعالى الموضوع بسيط ما فيش فيه حاجه ولو هو اي حاجه من الجن اي حاجه من الجن بحط برضه الفلوس وما بلاقيهاش حد العيال بيبقى مشينا وبحط الفلوس جوه مصحف وما بلاقيهاش الاقي المصحف ما بلاقيهاش المحفظه هنا اهو ببقى حاطط الفلوس في قلب المحفظه قسما بالله العظيم بتبقى الفلوس هنا اهو وباجي بلاقيها ناقصه هي حاطه الفلوس لما رحنا هناك كان يعتبر الدنيا هناك فاضيه ست صاحبه الشقه كانت حاطه شويه كراكيب حطت الفلوس في كيس المناديل وحطيته فوق المفتاح بتاع المروحه اللي هو في الحيطه ده والفلوس وتنقص منها ال 200 جنيه يعني حاط 1000 جنيه هتنقص منها ال 200 جنيه معاك مثلا 200 يعني 200 يعني جنيه. ده متخصص 200 بس 200 النهارده امبارح والله العظيم انا ما قلت لحد قسما بالله كان في 300 جنيه نزلت لقيتها 100 جنيه وايه ده انا ما بنامش انا طلبت خالص انت قلت لي بصراحه انا كنت عازم بقالك سنه الواجب ونقرا الاذكار وبتاع هم يناموا وانا اللي هو والمحفظه مش جنبي
قسما بالله العظيم المحفظه في جيبي. سهلة من جيبي. سهلة سهلة وخير وعمر الله تعالى. الله خير. وعمر الله محدودة ومفيش فيها حاجة زيادة. أنا شايف إن هم زعلانين إنك أنت مش مصدقهم، حاسينك مش مصدقهم. لا أنا ماليش دعوة باللي هم يقولوه. أه. اللي يقولوه حاجة بس أنت مصدقهم إن في جن؟ لا هو في جن. هو في جن. مش مفيش ولكن اللي هم يقولوه حاجة واللي أنا شايفه واللي أنا شغل أنا حاجة تانية خالص. طب إحنا مش حاجة طلعت يعني. لا لا كل حاجه طلعت باذن الله تعالى والامور كويسه والامور هتبقى هاديه والراجل ده يطمنك زي ما اطمنا في كل الاماكن اللي رحناها. الراجل ده يطمنك في خلال 3 ايام 4 ايام كتير قوي اسبوع هيبقى الموضوع منتهي. يعني بعد الاسبوع انتهى ولا خلال الاسبوع ده يحصل حاجه؟ لا في خلال انا معايا 3 ايام هشتغل فيهم من عندي. اه ماشي انا همشي دلوقتي من هنا فعندي 3 ايام هشتغل فيهم من عندي. الراجل ده هيظهر معاه نتيجه بكره بعده وبعده وبعده هيظهر معانا نتائج لغايه ما الموضوع ينتهي بامر الله تعالى وهيبقى الدنيا كويسه زي الفل. لو ما انتهاش هنيجي نسجل مع الناس دي ونقول ان ما حصلش حاجه. اكيد طبعا. لا هاجي انا بنفسي هاجي واقول ان ما حصلش حاجه انا معاكم اهو كمان. او تقعد معاهم بقى ونشوف الموضوع. لا 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 باذن الله باذن الله. نسيبه هو استاذ ياسر في ناس تقعد نسيبك لوحدك في الشقه. اه وماله ما فيش اي مشكله. باذن الله تعالى الموضوع مش كبير يعني. يعني هو هيكون ايه في بتاع السبرون اللي قعد 3 سنين. صحيح. ده ولا حاجه. ربنا يستر عليهم. مش في المدينه. انا عايز اقول لك ان هم لو ما تلاقيش لو المدينه لو بتاع لو حال الاسمرات كله لو حال الاسمرات كله بامر الله مش فيه. مش شقتك وما تشغلش دماغك بحاجه. ماشي استاذ ياسر يعني كلامنا كفايه يعني احنا بنشكر حضرتك انك تطوعت انك تساعد الاسره دي. تمام وده مش لحضرتك عليه طبعا وان شاء الله يا رب يكون بخير ويكون في النهايه الاسره تستقر لان الحقيقه هم يعني كلمونا اكتر من مره الناس بتتعذب فعلا ويكون زي ما احنا شايفين وباين العذاب اللي حكيتها معايا كله مليان حقيقه يا جماعه الثمار ده الثمار ده حريقه الثمار ده حريقه يا جماعه اصل مش الدنيا الضم ولا حاجه اه الزبال ده لسه مركبين ايوه انا جايب كله بيولع ايوه هو اللي جايبها هو محل الحي اللي جايبها بامر الله خير بامر الله محلوله بامر الله ما تلاقوش حاجه ويا عم لو الشقه بس لو الم... لو القريه لو المنطقه دي كلها هنطلع باذن الله. شكرا يا استاذ ياسر ربنا معاك يا بطل والله.